السؤال بيقول الإنسان الذي وقع في خطية الزنا كيف يعيش مرة أخرى في حياة الطهارة؟ زي أي ناس أخطأوا وتابوا وبيعيشوا في حياة الطهارة لما تابوا. واحد من القديسين قال كلمة لطيفة، قال التوبة تجعل الزناة بتوليين. واحد بعد بيقول لي ابنك مسافر الى دولة الكويت للعمل ونفسي اسمع كلمة بركة في دعوة حلوة منه. ربنا يكون معاك. وبلاد الكويت دي بلاد كويسة وفيها اقدم كنيسة لينا في دول الخليج، عدد ضخم جدا من الاقباط اكتر من اي بلد اخرى من بلاد الخليج. ان شاء الله تستريح وتبقى كويس هناك.